ظهرت حالا نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول في محافظة الكرخ وباقى المحافظات على موقع https://results.milodmna.com/. ظهرت حالا نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول في محافظة الكرخ على موقع https://results.milodmna.com/. ننشر لكم الآن طرق الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول في محافظة الكرخ بعد أن تم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع نتائجنا والذي يختص بعرض نتائج كل المراحل التعليمية في العراق. وننشر لكم الآن طرق الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في محافظة الكرخ. طرق الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط. يتابع كل الطلاب وأولياء الأمور نتائج الصف الثالث المتوسط وعن موعد ظهورها في كل المحافظات في العراق والتى سوف تبدأ بمحافظة الكرخ. وننشر لكم الآن طرق الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول في محافظة الكرخ. يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ثم يقوم بالنقر على فوق علامة التبويب نتائج الطلاب. بعد ذلك تختار نتائج الصف الثالث المتوسط. ثم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك. أدخل رقم الامتحان الخاص بك. في الخطوة الأخيرة انقر فوق علامة التبويب استفسار. يمكنك أيضا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب. الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق. تم نشر النتائج عبر موقع نتائجنا نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وتريد الوزارة فالحفاظ على صحة كل أبنائها الطلاب وأولياء الأمور من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.